وكل أوقاتكم بالخير والمسرات. نتواصل مع مسلسل الناموس وانطلاقاته ومنافساته. سن الإجذاع وشوطنا الرابع نشاهد بانطلاقات سن الإجذاع القعدان ومنافسات هذه الأسماء الكبيرة المتواجدة والمنطلقة في أشواطنا المفتوحة لنتابع أول المراكز والمقدمة والصدارة مع تقدم شعار هجن الشحانية وانطلاقة هذه المؤسسة الكبيرة بالمقدمة والصدارة. هنالك المقدمة والصدارة يتواجد الواعي، تعود ملكية الواعي لهجن الشحانية ضمن حمد بن علي بن حلفان المري مع أول المراكز. المركز الثاني يتواجد البدعة، تعود الملكية لهجن الشحانية ضمن حمد بن علي بن حلفان المري والنقلة إلى المركز الثالث. أتابع مطفوق على المركز الثالث، تعود الملكية لهجن الشحانية ضمن سلطان بن محمد الوهيبي والتواصل مع رابع المراكز. نرى انطلاقة بديع، تعود ملكية بديع لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني ضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحب. وخامس المراكز يتواجد محلل، تعود ملكية محلل لسعادة الشيخ محمد بن حسن عبد الرحمن الثاني يقدمه بالتضمير حمد بن لزي وحلم الريم لتابعه في عملية التضمير. هذا هو النداء الأول حبيبنا الكريم للأسماء الخمسة الأولى المتواجدة والمنطلقة بمسيرة هذا الشوط. أعود إلى الصدارة وأتحول مع انطلاقة البدع من يقود الأسماء مع المقدمة والصدارة. تعود الملكية لهجن الشحانية ضمن المبدع حمد بن علي بن حلفان وكذلك يقدم لنا بانطلاقة الواعي، الواعي صاحب الانطلاقات والسيطرة على أول المراكز. غير مجريات الشوط لينطلق مع المركز الأول، تعود ملكية الواعي لهجن الشحانية ضمن حمد بن علي بن حلفان المري مع المركزين الأول والثاني ومع تواجد البدع والواعي. المركز الثالث يتواجد مصفوق على ثالث التحديات، يحمل شعار هجن الشحانية وأيضا يقدمه بالتضمير سلطان بن محمد الوهيبي عملاق المضمرين من قدم لنا في انطلاقة شوطنا الماضي رهف وكذلك يقدم لنا الأسماء المميزة في هذا الشوط. المركز الرابع أتابع على رابع التحديات انطلاقة محلل، وصل ليحلل الأمور بانطلاقته وبتواجده على رابع المراكز ليتابع مسيرته في دائرة الأسماء الخمسة المتقدمة. تعود الملكية لسعادة الشيخ محمد بن حسن عبد الرحمن الثاني ضمن حمد بن زيوح المري وأرى من خطف المركز الرابع. يتواجد بديع وسلالة بديع وانطلاقة شعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني مع الموهوب علي بن حمد بن حسين بن جرحب من يقدمه بالتضمير. المركز الخامس يتأخر قليلا محلل لسعادة الشيخ محمد بن حسن عبد الرحمن الثاني مع المضمر حمد بن لزيوح المري. هذا هو النداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى ونتابع خلف الخمس أسماء قادمة وواصلة في مجريات هذا الشوط. لم يحن موعد تواجدها بالنداء ولكن ترقبوا قدومها في الوقت المناسب وبنداء القادم لدائرة الأسماء الخمسة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، أنطلق مع الواعي، الواعي ما زالت أموره في السليم مع أول المراكز ومع شعار هجن الشحانية ضمن حمد بن علي بن حلفان المري من يتابع بعملية التضمير. المركز الثاني يرافق شقيقه في العزبة ليتقدم البدع بشعار هجن الشحانية ومع المضمر حمد بن علي بن حلفان المري. المركز الثالث أتابع تواجد مصفوق لهجن الشحانية مع سلطان بن محمد الوهيبي. والمركز الرابع يتواجد محلل من يحمل شعار سعادة الشيخ محمد بن حسن عبد الرحمن الثاني يقدم حمد بن لزيوح المري. والمركز الخامس وصل الشعار الغرفاوي أحد الأسماء التي وعدتكم بقدومها قبل قليل في نداء الماضي، يتواجد ويتقدم بهذه اللحظات مرسال يحمل شعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني يقدم المدهج سالم بن عامر المدوشي. انطلق مرسال
الارسال مع ايضا النداء الثالث لينطلق مع رابع المراكز ليتابع مسيرته مع الاسماء المتقدمه. المركز الخامس يتقدم البدع او هذا دباس، وصل دباس تعود الملكيه. دباس يصل على المركز الخامس لأول ندى، تعود الملكية لهجي الشحانية والمضمر محمد بن خالد العطية. وصلت الأسماء والشعارات، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة مع لافتة 1200 لأتابع الأسماء والشعارات ومنافسة دائرة ما بين هذه الأسماء الكبيرة. أول المراكز الواعي ما زال مسيطر على أول المراكز مع المقدمة بشعرج الشحانية، يتابع بالتضمير حمد بن علي بن حلفان المري. ولكن المركز الثاني، الله يا مرسال، يصل مرسال وينطلق إلى أول المراكز. مرسال بشعار سعد الشيخ، فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني مع المضم مرسال بن عامر المدوشي. المركز الثاني، أتابع تقدم سيرين، يصل سيرين ويتواجد بشعار يد الشحانية مع المضم سلطان بن محمد الويبي ليرى وتابع منافسة ثنائية مع المركزين الأول والثاني. المركز الثالث، الله يا شديد، وصل شديد في وقت الشدة، في وقت دائر منافسته ما بين الأسماء لله أيضا حصول على أول المراكز وعلى ناموس هذا الشوط بشعار هجي الشحانية مع المضمر جابر بسالة بن فاران. والعودة إلى سيرين وإلى مرسال، مرسال سيرين، انطلق سيرين ليتسلل إلى الصدارة، ليقود الأسماء، ليقود الشعارات، ليسيطر على ناموس هذا الشوط بانطلاقته مع المركز الأول وباندفاعته نحو الناموس ونحو التتويج مع أول المراكز بشعار هجي الشحانية ومع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. ويفعل سيرين كما فعلت راف في شوطنا الماضي، وهذه النقطة الثانية لصالح المضمر والنقطة الرابعة لصالح هذا الشعار ولصالح هجي الشحانية الثاني. والتبريكات لهجي الشحانية والتاني سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني، وصل مرسال وما قصر مرسال بشعار سعادة الشيخ، فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني له الثاني المركز الثالث. وصل مشاهدي الكرام شديد لهجي الشحانية المركز الرابع، وصل مزعل لهجي الشحانية المركز الخامس. إذن نحيي لجنة الخط والتحكيم. مشاهدي الكرام، متابعينا الأعزاء، نذهب بحضراتكم إلى التوقيت الزمني ولحظة سيرين خط النهائي معلن الفوز والناموس، 7:51.82 من الثانية. التهاني والتبريكات لهجي الشحانية، والتهاني سلطان بن محمد الوهيبي ثاني المراكز. وصل مرسال توقيته الزمني 8:51.47 من الثانية. التهاني والتبريكات نزف والي سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، والتهاني مضمر سالم بن عامر المدهوشي المركز الثالث. يصل شديد 7:56.92 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لهجي الشحانية، والتهاني موصول جابر بن سالم بن فاران المرئي.